بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة يا جماعة هنتكلم فيه عن البي ويف. البي ويف هناخد الأول الفسيولوجي بتاع الهارت والإلكتريكال كوندكشن في الإتريا في البوس إتريا، وبعدين ناخد النورمال شيب والسايز والدايركشن بتاعت البي ويف، ثم هناخد الأبنورماليتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الكوندكشن، هناخد الكوندكشن بتاع الهارت. اولا عندنا هنتكلم اولا على النورمال كوندكشن بتاع الهارت. الاشاره بتطلع من الاس اي نود، عندنا هنا الاس اي نود. الاس اي نود بتوصل لي اشارات الى الاي في نود. اي في نود وهما الاثنين موجودين في الرايت اتريوم، وعندنا ده الليفت اتريوم وده بقية الهارت. فلو الإشارة أولا بتطلع في الاس اي نود وبعدين تنتشر خلال التو اتريا، وفي وقت في نص وقت التوصيل، يعني مجرد انها طلعت من الاس اي نود بتنشط الرايت اتريوم فبتوصل عند الاي في نود. هنشوف دلوقتي بتطلع على رسم القلب ازاي. أولا لو بصينا في ليد 1 ليد ليد 2، لو بصينا على ليد 2 الدايركشن بتاع ليد 2 بيبقى ايه؟ بيبقى داونورد اند تو ذا ليفت، يعني الدايركشن بيبقى كده زي ما خدنا في الهكساجونال اهو. الدايركشن بتاع ليد 2 هو ده، ده هو الدايركشن بتاع ليد 2 اللي هو ده داونورد اند تو ذا ليفت. لذلك ان الدايركشن بتاع الدوبولاريزيشن بتوع التو اتريا بيبقى ماشي مع ليد 2، يعني الرايت اتريوم والليفت اتريوم الاثنين مع بعض. لذلك ان البي ويف بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنتكلم على الشكل ده دلوقتي. اما لو جينا لليد زي ليد في 1 هيطلع شكل تاني خالص. ليد في 1 بيشوف للاشاره اللي ماشيه من قدام لورا، لذلك عندنا في ليد في الرايت اتريوم ما يحصل له دوبولاريزيشن اولا، هو بيحصل له دوبولاريزيشن الاول وبعدين الليفت اتريوم بعده. لما بيحصل دوبولاريزيشن للرايت اتريوم الاول الاشاره هتتجه ناحيه في 1 فهتعمل لي بوست ديفليكشن، ولما تيجي تعمل دوبولاريزيشن للليفت اتريوم هتبعد لورا فهتبعد عن في 1 في الهوريزونتال بلان فهتديني نيجاتيف ديفليكشن. فكومنلي ان البي ويف هتبقى باي فيزيك في ليد في 1. يبقى زي ما فهمنا هنا ان الاتريال دوبولاريزيشن ما بيتمش على مرحله واحده زي ما ناس كتير فاكر، هو مرحلتين بس بندمجوا في بعض. الرايت اتريال دوبولاريزيشن بيحصل الاول وبعدين بعده باجزاء من الثانيه الليفت اتريال دوبولاريزيشن، وبيساعد على كده عشان يحصل كونتراكشن الديلي اللي بيحصل في الاي في نود. لذلك لو جينا على ليد 2 هنلاقي في ليد 2 ايه؟ هنلاقي بيظهر لنا هذه البي ويف بنفس الشكل ده، ويف صغيرة وراوندد تقريبا زي نص الدايرة زي ما احنا شايفين بالظبط. المواصفات دي يا جماعة مهمة جدا وهتخليك تقرا اي سي جي كويس جدا. بتبقى راوندد زي ما احنا شايفين، والطب بتاعت البي ويف اللي احنا شايفينها دي، الطب دي بتبقى ايكوي ديستانت بتوين الاونست والاوفست، يعني في النص بالظبط. يعني لو كبرناها، لان الويفز التانية زي التي ويف مثلا بتبقى مختلفة، لو كبرنا البي ويف كده زي ما احنا شايفين الطب بتاعتها هي ايكوي ديستانت ما بين الاونست والاوفست، يعني المسافة دي قد المسافة دي، تمام. فلذلك لما بيحصل دوبولاريزيشن للرايت اتريوم طبعا هيحصل لي دوبولاريزيشن، الجهاز هيقرا ويف، الجهاز هيقرا ويف معين. فنتخيل مثلا انه هيرسم لي هذه الويف، ولما الليفت اتريوم يحصل له دوبولاريزيشن الجهاز هيقرا ويف تانية فهيرسم هذه الويف.
ولكن الجهاز ما بيقراش كده يا جماعه. الجهاز بيقرا السميشن اوف الكتريستي، يعني بيشوف المجمل بتاع الكهرباء كلها راح فين ويقرا، ما بيقراش كل حاجه منفصل. لذلك هيبقى الويف الاثنين مندمجين مع بعض. عندنا هنا ده بتاع الرايت اتريوم اهو، وبعدين يجي بتاعه الليفت اتريوم بعدها بشويه كده، فالجهاز هيقراهم الاثنين مع بعض، فهيدمجهم عشان يبقوا ويف واحده كده او كده، الاثنين هيتقروا كده فيظهر قدامنا ويف واحده. يبقى الويف النهائيه اللي احنا شايفينها دي الانسب بتاعها ده متكون عن طريق ايه؟ متكون عن طريق الرايت اتريوم، والاوفست دي متكونه عن طريق الليفت اتريوم، تمام. يبقى لو الليفت اتريوم ده حصل له انلارجمنت شويه، اذا الديبولاريزيشن ويف هتاخد مده اطول، فالتوصيف بتاع اللون الاخضر بتاعنا ده هيزيد الديوريشن بتاعه، فهيأثر لي على الديوريشن بتاعه البي ويف، تمام. اما الرايت اتريوم مهما اتاخر عمر الاوفست بتاعه ما هيبقى ورا الاوفست بتاعه البي ويف بتاعه الليفت اتريوم، فعمره ما هيأثر على الديوريشن زي ما هنشرح دلوقتي في الابنورماليتيز. هناخد اولا الليفت اتريال انلارجمنت. لما اجي ابص ادور على ليفت اتريال انلارجمنت انا ببص على اتنين ليد يا جماعه، ليد 2 وليد في 1. اولا ليد 2 هنشوف ليد 2 هيبقى فيه ايه. ليد 2 طبعا النورمال بتاعه ان البي ويف بتبقى راوندد زي ما احنا شايفين، والتوب بتاعتها ايكوي ديستانت بتوين الاونست اند اوفست، والسايز بتاعها السايز بتاعها بيبقى كام؟ نورمال يا جماعه ان السايز لازم يكون اقل من الامبليتيود اللي قدامنا ده، ده يكون اقل من 2.5 مللي، 2.5 مللي. لازم الارقام دي يا جماعه تحفظ كويس جدا. والديوريشن بتاعت البي ويف لازم برضو تقل عن 3 مللي. يعني مجرد ان الامبليتيود او الطول بتاعت البي ويف ازيد من او يساوي 2.5 مللي خلاص يبقى الامبليتيود زاد، والديوريشن لو تساوي 3 مللي او اكتر يبقى الديوريشن زاد. في حاله بقى زي حالات الليفت اتريال انلارجمنت زي ما اتفقنا الاوفست ده النهايه بتاعت البي ويف بتتكون عن طريق الليفت اتريوم، فلما يحصل له انلارجمنت الديوريشن بتاعت الديبولاريزيشن هتاخد وقت اكبر، لذلك هتتاخر شويه فهتزود لي الديوريشن فبيظهر لي بالشكل ده. يبقى الديوريشن دي الديوريشن اللي احنا شايفينها دي بتبقى مور ذان او يساوي 3 مللي، يعني 3 مربع صغير. ده يشخص ليفت اتريال انلارجمنت بلس اور ماينس. في بعض الحالات احيانا بلاقي نوتش زي اللي احنا شايفينها دي، نوتش يعني البي ويف تحس ان في ويف صغيره جايه بعدها. النوتش دي في بعض الكتب بيسموا ان دي بي ويف والتانية دي اسمها بي داش، وفي بعض الناس بيسموا الشكل ده ام شيب، ام شيب لانه شكل حرف الام، تمام. فكده يبقى دي اسمها، وكل الشكل وكل التغيرات اللي قدامنا دي بيسموها البي مايترال. سموها بي مايترال ليه يا جماعة؟ بي مايترال عشان الـ most common causes of left atrial enlargement هو الـ mitral valve lesion سواء mitral stenosis أو mitral regurgitation. يبقى دلوقتي كل التغيرات اللي قدامنا دي شفناها في ليد 2، بي mitral equal بي ويف more than 3 مم more than أو يساوي 3 مم in duration plus or minus notched بي أو بي داش، والتغيرات كلها اسمها بي mitral. هنرجع بقى ونبص تاني على ليد في 1، هنبص على ليد في 1 هنشوف في ايه. النورمال زي ما اتفقنا الموست كومن ان انا بلاقي في ليد في 1 البي ويف بتبقى باي فيزيك، ولكن الباي فيزيك دي البوزيتيف ديفليكشن بيبقى اقل من 1.5 مللي، اقل من 1.5 مللي، والنيجاتيف ديفليكشن اقل من 1 مللي.
لذلك دلوقتي البوستر ديفليكشن زي ما اتفقنا بيتكون عن طريق الرايت اتريوم، والنيجاتيف ديفليكشن ده بيتكون عن طريق الليفت اتريوم. لذلك لو حصل اي تغير في الليفت اتريوم هيأثر على النيجاتيف ديفليكشن، والرايت هيأثر على البوستر ديفليكشن. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الليفت اتريال انلارجمنت. ففي حالات الليفت اتريال انلارجمنت هلاقي فيها ان هذا البوست ديفليكشن زاد عن 1 ملي، 1 ملي ديب وواحد ملي بالعرض، يعني هيبقى بالشكل ده. الاقي البوست ديفليكشن نورمال، والاقي ده الديوريشن بتاعته زادت اللي هي دي الديوريشن اللي هي دي بالعرض، وبقى ديب ازيد من 1 ملي، يعني ازيد مور ذان 1 في 1 ملي اللي هو النيجاتيف ديفليكشن. ده طبعا بيشخص ليفت اتريال انلارجمنت. ندخل بقى على موضوع الرايت اتريال انلارجمنت. رايت اتريال انلارجمنت برضو اول ما هندور عليه هنبص على ليد 2. في حاله الرايت اتريال انلارجمنت يا جماعه دي النورمال بي ويف بتاعتنا. في حاله الرايت اتريال انلارجمنت، الرايت اتريال انلارجمنت مده الديبولاريزيشن بتاعته بتزيد، واتفقنا ان هو بيكون الفيرست بارت يعني الجزء ده من البي ويف. لما المده هتزيد عمر ما الديوريشن بتاعته، لو اتفقنا ان ده بتاع ده الديبولاريزيشن بتاعت الرايت اتريوم ودي الديبولاريزيشن بتاعت الليفت، مهما زاد عمره ما هيتاخر عن الليفت اتريوم، فمش هيأثر على الديوريشن خالص. ولكن لما بيزيد الطب بتاعته دي بتركب على الطب دي ويحصل حاجه اسمها صميشه للالكتريستي، فتزود لي الفولتج في الحته دي، فيبقى التغير الناتج في الاخر ان هيطلع لي طول بي ويف، بنسميها طول اند بيكد، يعني لها بيك بتبقى مدببه شويه وتبقى طول، وزي ما اتفقنا طول يعني بتبقى ازيد مور ذان او يساوي 2.5 ملي، يعني 2.5 مربع صغير اسمها طول بيكد تي ويف. ونفس الكلام زي الليفت اتريوم برضو بيسموها مسمى تاني اسمه البي بالمونال، بي بالمونال لان الموست كومن كوزس ليها هو البالمونري هايبرتنشن. نرجع برضو ونبص لليد في 1 هنلاقي فيه ايه. اكيد طبعا زي ما الكلام اللي قلناه وفهمناه كلنا، هنقول كله هيقول ايه، كله هيتاثر هو الايه الفيرست بوست ديفليكشن في بي ويف ان في 1. ايه اللي هيحصل فيه؟ نشخصه امتى؟ نشخص رايت اتريال انلارجمنت لو البوست في هذا البوست ديفليكشن ده زاد في طوله عن 1.5 مور ذان او يساوي 1.5 ملي متر او 1.5 مربع صغير. يبقى ده دايجنوستيك فور ايه، يعني هيبقى بهذا الشكل كده. حتى احيانا لما تيجي تبص على الفي ويف احيانا ما تشوفش النيجاتيف ديفليكشن ده خالص، تلاقيها طويله كده والنيجاتيف ديفليكشن يا دوبك مش باين، فده يشخص لي رايت اتريال انلارجمنت. نيجي بقى افرض عندنا باي اتريال انلارجمنت، يعني رايت مع ليفت، ايه اللي هيحصل؟ هنبص برضو على ليد 2، هنيجي نبص في ليد 2 ايه اللي هيحصل. الليفت اتريال انلارجمنت هيزود لي الديوريشن بتاعت البي ويف، والرايت اتريال انلارجمنت هيزود لي الامبليتيود، فيطلع لي كومباينيشن للتو ساينز. ازاي؟ ان البي ويف هلاقيها كبيره جدا والديوريشن بتاعتها ازيد، يعني الديوريشن دي مور ذان 3 ملي، والامبليتيود ده ازيد من او يساوي 2.5 ملي، بلس اور ماينس برضو ان انا ممكن الاقيها نوتشد يعني كده. فطب دي هنسميها ايه، بي بالمونال ولا بي مايترال؟ دي بتسمى يا جماعه بي بالمونال مايترال او بي مايترال بالمونال الاثنين. طيب لو جينا نبص على الفي 1 هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي برضو في الفي 1 ان البوست ديفليكشن ده ازيد من 2.5، والنيجاتيف ديفليكشن زاد في الديوريشن بتاعه عن 1 ملي، وبقى ديب اكتر من 1 ملي، وبرضو بنسميها بي مايترال بالمونال. هنيجي بقى ناخد مثال يا جماعه الكلام اللي احنا قلناه،
زي ما احنا شايفين هنا قدامنا، شايفين ورقة اي سي جي اللي قدامنا ده ليد في 1 زي ما مكتوب. هنشوف الويف اللي قدامنا. اولا هنبص على البي ويف. البي ويف دي الفيرست ويف في الاي سي جي تريسنج اللي بتسبق الكيو ار اس كومبلكس. عندنا دي البي ويف باي فيزيك زي ما احنا شايفين، ده البوزيتيف ديفليكشن وده النيجاتيف ديفليكشن، ودي البي ار سيجمنت، وبعدين دي سمول ار، ودي باس، وبعدين دي تقريبا فلات تي، تي مش موجوده، فلات او زي ما احنا شايفين هنا سلايتلي ديبريزد، وده نورمال في ليد في 1. وبعدين دخلت على الويف الثانيه. لو جينا بقى نحسب الكلام اللي احنا قلناه، نكبر شويه الصوره، هنشوف ايه البوزيتيف ديفليكشن. على فكره انا البيز لاين بتاعي او الايزو الكتريك لاين هو التي بي سيجمنت دي، لان الجزء ده مش خارج من القلب، هو ده ثابت عندي، ده اللي بقيس عليه الدبريشن او الاليفيشن، تمام. فهاجي ابص على البي ويف، البوست ديفليكشن هو يا دوبك اقل من مربع صغير زي ما احنا شايفين. اجي ابص بقى للنيجاتيف ديفليكشن، النيجاتيف ديفليكشن زي ما انا شايف وده البيز لاين بتاعي هو عباره عن مربعين ديب وبالعرض تقريبا ازيد من مربع صغير زي ما احنا شايفين. فدي تبقى تشخيص لايه؟ ليفت اتريال انلارجمنت او بي ميترال. نيجي نبص على مثال تاني، ده ليد 2 يا جماعه، دي ورقه معفنه شويه، يلا معلش. دي ليد 2 برضو هنبص فيها للويف ايه، دي رقم واحد، دي البي ويف قدامنا، وبعدين كيو ار اس. كيو ار اس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ار اهي قدامنا واس ويف، وبعدين دخلنا على الاس تي سيجمنت صغيره خالص، دي الجي بوينت، وبعدين دخلت ميرجنج في التي ويف.